بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد وهام جدا، خاصة بالنسبة للنساء، ألا وهو ماذا أعد الله عز وجل للنساء في الجنة. حيث تتساءل كثير من النساء بأن الله عز وجل قد أعد نعيما عظيما للرجال في الجنة، فماذا أعد الله للنساء؟ بداية أقول وأسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد في شرح هذا الموضوع على النحو الذي يرضيه عنا، أن كل وصف النعيم الجنة فإن المرأة مخاطبة به ومبشرة به أيضا، يعني كل وصف اتوصف لنعيم الجنة يخص الرجال والنساء الذين يدخلون الجنة سواء بسواء. ولكي نوضح هذه الأمور سوف أقدم بعض الأدلة على ذلك من القرآن والسنة، والتي تدل على أن المرأة والرجل سواء في الأجر والثواب على الأعمال الصالحة دون تمييز أو تفريق. ثم ننتقل للحديث عما أعده الله للنساء في الجنة، وما هي صفات النساء في الجنة، وكيف نعيش في الجنة. والآن، ما هي الأدلة على أن الرجال والنساء سواء في الأجر والثواب على الأعمال الصالحة، وأن كل منهم سيوفى أجره بالقسط يوم القيامة؟ نقول: لقد أنزل الله عز وجل هذه الشريعة للرجال والنساء سواء، يعني نزلت للرجال والنساء على السواء، وبالتالي سيحاسب الرجال والنساء عليها إما بالثواب أو بالعقاب. وكل خطاب للرجال في القرآن هو خطاب للنساء، وكل حكم خوطب به الرجال النساء مخاطبات به أيضا، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، كأحكام الجهاد فهي تخص الرجال، وأحكام الحيض والمحرم تخص النساء، وأحكام الولاية تخص الرجال، وغير ذلك. وأما بالنسبة للجزاء في الآخرة وماذا للمرأة في الجنة، فإليكم هذه الطائفة من الآيات والأحاديث، والتي ستقضي على كل وسوسة في صدوركم بشأن ذكر النساء. فعن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الآية 195 من سورة آل عمران. هنا لما سئل الرسول هذا السؤال أنزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم، أي أجابهم ربهم مخبرا إياهم أنه لا يضيع لديه عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض، أي جميعكم في الثواب سواء، ما فيش تفريق بين ذكر أو أنثى، وكل عامل سيوفى أجر عمله بالقسط. وفي الآية رقم 124 من سورة النساء يقول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هنا قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ما فيش تمييز أهو، بس لازم العمل الصالح يكون مقرون بالإيمان، إنك تحقق أركان الإيمان. فأولئك، أي رجالا ونساء، يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو الندبة أو النقرة الصغيرة اللي بتوجد على ظهر نواة التمرة. لو طلعت النواة كده من ثمرة التمرة أو البلح وبصيت على سطحها المحدب، هتلاقي في منتصفه تقريبا ندبة صغيرة دائرية كده، دي النقير. تمام. كما قال الله عز وجل في الآية
97 من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده وعد من الله عز وجل إن اللي يعمل عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط إن يحقق الإيمان ويعمل عمل صالح، فأولئك ذكورا أو إناثا سوف يحييهم الله حياة طيبة في الدنيا، ووعدهم بأن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. والحياة الطيبة هنا بتشمل وجوه الراحة من كافة جهتها، من أي جهة كانت، كما يقول الله تعالى في سورة غافر الآية 40: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والآن هل انتبهنا لهذه الآيات جيدا وعرفنا أن مفيش تفريق بين الذكر والأنثى؟ ثلاث آيات من ثلاث صور مختلفة يعد الله عز وجل فيها عباده الصالحين، أي من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ويؤكد على من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالذكر والأنثى سواء. ففي الآية الأولى اللي هي الآية رقم 124 من سورة النساء يقول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي الآية 97 من سورة النحل يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، تأكيد تنه، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هيحيي في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. يعني في الدنيا يحييهم حياة طيبة وفي الآخرة يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الآية رقم 40 من سورة غافر يقول الله عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تأكيد ثالثه، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالرزق هنا بغير حساب لكل من الذكور والإناث. والآن هل اطمأن قلبكم؟ هل زالت ما به من وساوس بشأن ذكر النساء؟ إليكم الآن هذا الحديث الذي سيقضي تماما بإذن الله تعالى على كل وسوسة في الصدر بشأن ذكر النساء وما لهم من نعيم في الجنة. عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية اللي هي الآية 35 من سورة الأحزاب. واسمع الآية كده بقى وركز لأن فصلت كل حاجة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم الله مغفرة وأجرا عظيما. فالصلاة خالصة، يقول المسلمين معها المسلمات، المؤمنين المؤمنات، القانتين القانتات، الصادقين الصادقات، وهكذا حتى نهاية الآية. أتمنى بهذه الأدلة أن احنا نكون أجبنا على السؤال، وفي نفس الوقت يكون اطمأن
قلوب النساء والأخوات اللاتي يسألن في هذه النقطة. والآن ننتقل إلى ماذا أعد الله للنساء في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، يعني صلت الخمسة فروض، وصامت شهرها، شهر رمضان، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، طبعا أطاعت زوجها في غير معصية الله، قيل لها دخولي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهنا قال ادخلي، ما قالش دخلت، لأن دخلت هيبقى فيها تأكيد لدخولها الجنة، وإنما قيل لها ادخلي، لأن يشترط مع تحقيق هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تكون اجتنبت الكبائر، يعني تصوم، تصلي الخمسة فروض، وتصوم شهر رمضان، وتحفظ فرجها، وتطيع زوجها في غير معصية الله، مع اجتناب الكبائر. وإن كانت وقعت في كبائر عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها توبة نصوحة. إذن فأمر دخول الجنة يسره الله عز وجل للنساء. وحين نتساءل عما أعده الله للنساء في الجنة، فيجب أن نتذكر أولا قول الله عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، اللي هي الآية 40 من سورة غافر. والرزق هنا يكون رزق بغير حساب للنساء والرجال على السواء بلا تفريق أو تمييز، لأنه كما ذكر في الآية قال سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعد لعباده الصالحين ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، في الجنة ما لا عين رأت، ما لم تره أي عين في الدنيا، ولا سمعت به أذن، ولا خطر على قلب بشر. وقال: فاقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، اللي هي الآية رقم 17 من سورة السجدة. وقول الله تعالى هنا: أعددت لعبادي الصالحين، يتضمن الذكور والإناث على السواء، فلكل منهم من النعيم. ووصف الله تعالى في هذا الحديث أي أن للنساء في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد وصف الله تعالى نساء الجنة، النساء اللي يدخلوا الجنة، بأجمل الأوصاف الظاهرة والباطنة، ومما جاء في ذلك قوله تعالى: وأزواج مطهرة. والمطهرة هي من طهرت من الحيض والنفاس والغائط والمخاط، فأهل الجنة لا يتمخطون ولا يتغوطون، والنساء كذلك. بالإضافة إلى ذلك فالنساء لا تحيض في الجنة، طهرها الله تعالى من كل قذر، كما طهر لسانها وطرفها وأخلاقها، فجمع لها بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، كما قال الله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أي النساء ذوات عيون واسعة، بياضها شديد وسوادها شديد، كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأمثال اللؤلؤ المصون التي لم تمسه أي يد من حيث الصفاء والجمال. وقال تعالى أيضا: كأنهن الياقوت والمرجان. والياقوت والمرجان
حجران كريمان لهما منظر حسن بديع وغاية في الصفاء والنقاء، لدرجة أنك إذا استطعت أن تدخل خيطا داخل الياقوتة ونظرت على سطحها سوف ترى الخيط بداخلها من شدة الصفاء والنقاء. كذلك الحور العين، وأيضا النساء المؤمنات من أهل الدنيا ممن يدخلون الجنة، واللواتي سيفوقن في جمالهن وحسنهن الحور العين، حيث سيزيدهم الله عز وجل جمالا يفوق جمال الحور العين كما سنوضح بعد ذلك. بيكون كأنهن الياقوت والمرجان. فالياقوت زي ما قلنا من الأحجار الكريمة التي تتسم بالصفاء والنقاء، وقد جاء في وصف نساء الجنة بأن المرأة من أهل الجنة لا يكون عليها 70 حلة، فيرى ساقها ومخ ساقها من وراء الحلل، يعني برغم عليها 70 حلة بتتزين بيهم إلا أنه يرى ساقها ومخ ساقها من وراء هذه الحلل من شدة حسنهن وجمالهن، كأنهن الياقوت والمرجان فعلا. فأعظم بجمال نساء أهل الجنة، فهن محورات العيون مليئات الخدود، تكسوهن الندرة ويملأهن الجمال، ساحرات بحسنهن. وقد وصف الحور بأنهن قاصرات الطرف، أي اللواتي كسرن بصرهن على أزواجهن فلا ينظرن لرجال آخرين ولا يشتهين أي رجال غير أزواجهن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولا ملأت ما بينهما ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ونساء الجنة كلهن أبكار. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وعرب هنا جمع عروب، وتعني المتحببات إلى أزواجهن، وهذا يدل على حسن العشرة. وأترابا قال ابن عباس أي المستويات على سن واحدة، يعني كله على سن واحدة وميلاد واحد، فكلهن بنات الثالثة والثلاثين، فلسنا بصغيرات ولا كبيرات ولا متفاوتات حتى لا تكون هناك غيرة أو غل. وعلى عكس ما يعتقده الكثيرين بأن الله سبحانه وتعالى قد خص الرجال في الجنة بالحور العين، فإن الحقيقة هي أن الحور العين نعيم مشترك لكل من الرجال والنساء. فحد هنا هينتبه فجأة كده ويقول: ماذا؟ وإزاي الكلام ده؟ إزاي الحور العين نعيم مشترك ما بين الرجال والنساء؟ أيوة، نعيم مشترك بين الرجال والنساء، لأن الحور العين رغم خلقتهم العظيمة وما منحهم الله من جمال سيكون وصيفات لنساء الدنيا المؤمنات من أهل الجنة، ويقمن على خدمتهن وتهيئتهن لأزواجهن في الجنة. ليس هذا فحسب، بل إن الله عز وجل سيزيد النساء المؤمنات من أهل الدنيا في الجنة جمالا وشبابا يفوق الحور العين، وتصبح عذراء، تصبح بكرا. وعلاوة على ذلك، فإن الله عز وجل ينزع الغيرة من قلوب النساء، فوجود الحور العين أمر يسعد نساء الدنيا من أهل الجنة ولا يضايقهن أبدا، ولا تغضب من زوجها في الجنة إذا عاشر الحور العين. وذلك لأن الله عز وجل نزع ما في نفوس أهل الجنة من الغيرة والحقد، وذلك لقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله عز وجل يقذف في قلوب أهل الجنة حب بعضهم لبعض، وينزع من قلوبهم الضغينة والحقد. وفي الجنة لا تنظر المرأة لغير زوجها ولا تشتهي غيره أبدا،
وذلك لقوله تعالى في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف هنا أي غضيضات الطرف عن غير أزواجهن، لا ينظرن إلى غير أزواجهن، فلا يرين أحدا في الجنة أفضل من أزواجهن. والآن نأتي للحديث عن نساء الدنيا وأزواجهن في الجنة. هل ستتزوج النساء في الجنة؟ من المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، لذلك فهو يحصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أو إناثا، فلا يوجد في الجنة أعزب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب. وهذا يشمل الأعزب من الذكور والإناث، فالكل سيزوجه رب العالمين ممن يحقق له به النعيم التام. فإذا دخلت المرأة وزوجها في الدنيا إلى الجنة زوجها الله عز وجل من زوجها في الدنيا، كما قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كان للمرأة زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة، تختار أفضلهم أحسنهم عشرة بالنسبة لها. وإذا لم تتزوج المرأة في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة، فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور وإنما هو للذكور والإناث، ومن جملة هذا النعيم الزواج. والآن كيف نعيش في الجنة؟ يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. دي الآيات رقم 55 و56 من سورة ياسين. والمقصود بما جاء في هذه الآيات أن أهل الجنة يتمتعون بكل نعيم الجنة، سواء كان طعام فيأكلون كل ما يشتهون من ألوان الطعام، لحوم أو طيور أو فاكهة، ويشربون ما يلذ لهم من الشراب، فشرابهم فيها من الزنجبيل والتسنين والكافور واللبن والخمر والعسل المصفى، ويتمتعون بأنهار الجنة المتعددة، وأنهار الجنة فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى، كما يتمتعون بأزواجهم في الجنة، ولباسهم فيها من الحرير والديباج، ويحلون فيها بأساور من الذهب والفضة واللؤلؤ والسندس والاستبرق، ويستمتعون ويفرحون ويتمتعون بنعيم وجمال الجنة لدرجة تشغلهم عن أهل النار وما هم فيها من عذاب. فما يراه أهل الجنة من نعيم يشغلهم ويتمتعون به عن أهل النار، فمن كان له من أهله أحدا في النار لا يتذكره في هذا الوقت، فنعيم الجنة يشغله شغلا كبيرا. إنها الجنة التي وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها من الزعفران. من دخلها ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. اللبنة اللي هي القالب، بتقابل في الدنيا الطوب اللي احنا بنستخدمه في بناء المنازل، وقال وملاطها من المسك، الملاط اللي هو المادة اللي بتخلط بالماء عشان تستخدم
في ربط اللبنات أي القوالب ببعضها بالظبط كده، زي الأسمنت اللي احنا بنخلطه بالمية بنعمل به المونة اللي بنستخدمها في ربط قوالب الطوب ببعضها عند بناء الجدران. وحصبؤها أي الحصى الناعم اللي موجود في الجنة بيكون من اللؤلؤ والياقوت، وتربتها من الزعفران أي تربة الأرض في الجنة من الزعفران. واللي يدخل الجنة ينعم لا يرى بؤسا أبدا، ويخلد لا يموت أبدا، ولا تبلى ثيابهم أي لا تتسخ ولا تبلى نهائيا، ولا يفنى شبابهم، يظل شبابا على طول باستمرار. كما أن أهل الجنة لا ينامون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، إنهم مكحلين تخرج منهم رائحة المسك الطيبة، شبابا في غاية الجمال والتألق في الجنة على فرش بطائنها من استبرق، وفيها أيضا حلي وأساور من ذهب ولؤلؤ وفضة واستبرق وسندس، ويكون ضياؤها قوي وشديد. كما أن الشهيد يكون له تاج يسمى تاج الوقار يلبسه في الجنة ويكون من الياقوت، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. وفي النهاية هذا قليل من كثير مما أعده الله عز وجل لعباده المتقين في الجنة جزاء لهم على عبادتهم إياه وطاعتهم له سبحانه وتعالى، وثوابا لهم على صبرهم ومجاهدتهم لأنفسهم. فكما كان الله أحب إليهم من الدنيا وما فيها، فقد أصبحوا بفضل الله هم من أهل الجنة أحباب المولى في الآخرة، الذين ينعمون برؤية وجهه الكريم ومرافقة نبيه الحبيب وما أعده لهم من نعيم في الجنة. وفي النهاية أذكركم بأننا مهما سمعنا أو رأينا عن جمال أو متاع أو نعم في الدنيا فهي لا تضاهي مثقال ذرة مما أعده الله عز وجل لعباده في الجنة. ومهما كانت قدرتنا على التخيل فلن نستطيع تخيل حقيقة الجنة وحقيقة ما أعده الله عز وجل من نعيم لأهلها في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله في القرآن الكريم الآية التي يقول الله عز وجل فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا والله أعلى وأعلم. وأسأل الله العلي القدير لي ولكم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وكره إلينا النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.